صباح الخير. تظاهروا وهبهبوا بقلم ريموش بارا. إلى الهبهبة أيها الرفاق، مع طلب الإذن منكم أنه تستعملوا الكرسي المتحرك بالمظاهرة، فبحن قلب المسؤولين أكثر علينا وعليكم. عاش لبنان مجموعة أقاليم وزواريب، وعلى رأس كل زروب أبضاي سلطوا لبنان الأخضر عليكم. هذا بجريدة النهار ب 27 أيلول 2014. وبعجقة الفضاح فضائح المتلتلة شمال ويمين وريحة الفساد العابقة بالجو، وبالذكرى السنوية لرحيله، وحده قلم ريموش بارا بحول المأساة إلى مشهد مسرحي ساخر. معهد المسرح الحديث يلي هو كان بلبنان أول معهد لإعداد الممثل، وكان هو بالمعهد هونيكي. المسرح اللبناني بلش بمحل عالي جداً، كان كممثل من الممثلين المهمين والقادرين والبارزين، له حضور على المسرح، حضور طاغي. من 67 لهلا برمت كتير بالعالم وشفت كتير اعمال مسرحيه. انا بقول انه الفتره الذهبيه تبع المسرح الحديث والمسرح اللبناني عامه اللي بلش من 66 لا ما قبل الحرب اللبنانيه كان رائع ويضاهي الاعمال المسرحيه يلي أنا شايفها بالعالم من كل النواحي. بيروت بيعزة، بيروت الثقافة، بيروت عاصمة العرب الثقافية، بيروت المسرح، بيروت الحريات، بيروت الاقتصاد. كان هو كتب، هو ألف، هو عمل إخراج. كان في ملامح صبغة شكسبيرية بليتامود ديسديمونة. الحقيقة أنا ما فهمت المسرحية أول ما حضرتها، حسيتها كتير صعبة. تحت رعاية زكور كانت نقلة كتير مهمة. المسرحية أخذت بالآخر تلت ساعة صالة كاملة واقفة عم تزقف. شوف إنه هالنهضة هالعصر الذهبي للمسرح قديش تأذى من الحرب. اعتبرت شربل بإيطاليا من أفضل الأعمال اللي تقدمت بسنتا بروما. لكن قبل زردشت صار كلباً، رائعة كانت. عبارة عن مجموعة مشاهد كل ما يمكن أن يذل الإنسان. وبيحب شخصية يوداس، وبيعتبر أن يوداس الأقرب إلى المسيح. محاكمة يسوع، إذا شربل ما بسميها مسرحية دينية فأكيد محاكمة يسوع منها مسرحية دينية. اندلفت يصعد إلى السماء وجهان للإنسان اللي هو بنفس الوقت ضحية، ومرات كتير بيكون جلاد وما بيعرف إمتى بيكون ضحية وإمتى بيكون جلاد. إذا المسألة لا خلوني أتسلى معكم، اقتل الوقت تيصير ترمي التسريبة على البيت، روح نام وما ضايقكم، أعطوني أدوار عقدي وما تنسوا من زمان كنت شاب وكنت رح صير كولونيل. ذكر النحل كنص مسرحي بينحب لما يقرأ، يعشق. المشاهد اللي كنا عم نشوفها هي من الفيلم الوثائقي جبارة من إخراج نصر البراكس، وهو تحية لروح المسرح الكبير ريموش بارا. بالعودة إلى تقريرنا، المضحك المبكي أنه كل المظاهرات والانتقادات والتقارير الإعلامية ما أثرت بأهل السياسة، فالبلد من سيء إلى أسوأ. بين الأزمات المتراكمة من سنوات والملفات الطارئة، البلد غارق بالفساد والصفقات. أزمة المياه مشكلة قديمة جديدة تتنقل بين مختلف المناطق اللبنانية، ومحطتنا الأولى اليوم من منطقة النبعة برج حمود الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وبعد ورود عدة شكاوى عن انقطاع المياه من أسابيع، توجهت كاميرا أخبار الصباح للمنطقة وعادت بها التقرير للزميلة رولا أمين الدين. نحن بعهد الانحطاط، عهد الزل، عهد الزبالة، عهد الوسخ، عهد المطلمصين يلي راسهم مصدم وعم يفكروا بالشعب. ما عندي مي ولا عندي شيء، الحمد لله كتر خير الله. نحن بعدنا واقفين على جرينا ومنروح نمسح ونكنس تنعيش. حلو عمي رختها البلد، رختها البلد، لشو هاي؟
هالبلد اللي غرقت بالأزمات أوصلت المواطن إلى حد الكفر بأوضاعه، أوضاع المي، الكهرباء، الطرقات، النفايات، الأشغال وغيرها. فبعد ما كترت الشكاوي على انقطاع المي عن منطقة النبعة ببرج حمود بحجة التصليحات، اتجهنا إلى المنطقة اللي ومنذ أكثر من أسبوعين اشتاقت لنقطة مي. يا سمرة يا تمر هندي يا أطيب مشروب عندي، كل ما بقلها اسقيني شوي بتقلي ما عندي مي، كل ما بقلها اسقيني شوي بتقلي ما عندي مي، المي مقطوعة يا فندي. هون حد بقطع السكة ميلت سن الفيل وميلت برج عمود فوق النبعة بالمداورة قطع المي، شوي بيقطعوها هون شوي بيقطعوها هونيك مداورة. هاي المنطقة بيعطوها اليوم، تاني منطقة بيعطوها تاني يوم، هاي هي المدورة، ما بيعطوها لكل المنطقة. في حنفيات بيسكروها، في حنفيات بيفتحوها لكل المنطقة، لا ليه مش عارفين ليه. إجت الصيانة اشتغلت هون ما عرفوا زبطوا الأستر مزبوط، وهيدي هون قطعت الماي وبعدها مقطوع على طول. متشكى مدام بس ما في حدا عم يستجيب. اتصلت وعطيت قدمت شكوى، اجت نهارين ورجعت انقطعت، صارت يعني يا محلى لما بدون ما نحكي. هلا ما بتجي، بينزلوا للبلديه بيقولوا له، بيجوا بتطلعوا بفلوا. بفتح المي ما بلاقي شيء، بينزل منه تراب. ديروا المي خلي يشرب، ديروا المي خلي يشرب، ديروا المي خلي يشرب، خلى تشرب كل الدنيا ويا لزرع ويا احلى الفايدة. ديروا المي خلي يشرب. نحن عنا مغسل ومنستعمل مي كتير، يعني نحن بغير قطعة المي كمان ما بتكفينا مية المشروع. هاودي فواتير كم يوم؟ 50 دولار. كل يوم، كل يوم بدنا فاتورة. قد ايه الفاتورة؟ 50 دولار كل يوم. كله بلد زعماء سرقين حرامية كلهم. على نبع المي عيني قلت اللي عطشان، سقيني شوي يا صبي من مية لبنان، من ايدي شربني الشفي لما شفتها ما بتكفي، سقيتك من قلبي وعيني على نبع المي. سكان المنطقة اللي صار لهم سنوات بيشكوا من الأساطل المهرية وبيطالبوا بتصليحها، ما لقوا حتى اليوم آذان صاغية، مي عائمة بالطرقات، أما بالمنازل فما في قطرة مي، اتصالات مكثفة بالمعنيين ولكن دون جدوى. هيدا الأصل له 4 أشهر مكسور والمي على الطريق نازل. هون بعدنا هلا بالشتوية، شوفي بالصيفية ماشي منقطعنا المي شاح بصير. هيدا كله مهر قدامنا من 5 سنين طلب مشان يغيروا لنا اياه وبعدهم بيغيروه. جانا اليوم نزلنا على شركة المي كمان، حكيت مع المهندسين وعدونا انه بدهم يجوا يعملوه وبعد ما حدا اجا. هيدا قطر المي من هنا والسيارات عم تمرق بينتزع الزفت، بصير في جوار لازم يسووه قبل ما ينتزع الزفت وما حدا عم يزفت. يعني ما عندنا مي، ولكن المي وانا رايحة بالارض عم باخذ من عند جاري بالسطل. الإنسان بده يدبر حاله، يا بده يضل بالحمام، إذا عندك شوية جالي شوية غلاد بدك تطلب الرحمة من الله. ما بتشتري قنينة صحة بتمشي الحال، الهواء اللي عم بتشميه بيبيعوا منه؟ يعني كل شيء كنا متحملين إلا قصة الزبالة. ما هي شيء من قلة الموت ونكعة كمان. فرجها بكره الله وهي بالماضي بتعود بتغني الضيعه كلها.